السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة كل يوم جمعة من وورلد سبورتس على قناة النادي الأهلي. أسبوع كان قوي جدا، كان مهم جدا، كان في أحداث كتيرة جدا جدا جدا. يعني كلنا أكيد تابعنا مباريات دوري أبطال أوروبا، كلنا شفنا فريق ليفربول وإن هو إزاي حط نفسه في موقف مش عارفين هل هيقدر إن هو يخرج منه أمام نابولي اللي هتكون في ملعب الأنفيلد في آخر جولة من جولات دوري الأبطال. شفنا فوز فريق سان جيرمان على ليفربول في مباراة كانت قوية، غاب عنها فريق ليفربول لكن بركلة جزاء وحيدة، يعني بدون أي خطورة من فريق ليفربول بينجح إنه ميلنر يحرز هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليفربول، لكن ليفربول بيفشل في الشوط الثاني من إدراك هدف التعادل. كلنا شفنا طبعا الأحداث المؤسفة في نهائي كوبا ليبرتادورس واللي حصل عنه من اعتداءات على أتوبيس الخاص ببوكا جونيورز، وإن المباراة في الأول اتأجلت لمدة ساعة ويعلن رسميا أن إلغاء المباراة إلى حين إشعار آخر، وتم إعلان اليوم على أن المباراة هتقام يوم 9 ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد بأسبانيا. كلام طبعا أكيد مفيش حاجة في الكونين بول هيتاخد فيها قرار إلا لما نشوف فيها اعتراضات، وبالتالي اعتراض من فريق ريفر بليت كونو هو صاحب المباراة على أن المباراة تقام في أسبانيا. والمباراة طبعا احنا عارفين ان اسبانيا والارجنتين اللغة الاسبانية هي المدرجة سواء في الارجنتين او سواء في اسبانيا، والموضوع هيبقى سهل في التعامل ما بين البلدين، لكن كلها اجراءات لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل من ريفر بليت. لكن حاليا رسميا المباراة يوم 9 ديسمبر، ده اللي اكيد وتم الاعلان عنه، وسانتياغو برنابيو هو اللي هيكون عليه المباراة. طبعا حدثين مهمين جدا هيقاموا في أسبانيا، أول واحد هو السوبر كلاسيكو اللي هيتلعب الموسم الحالي، أما الموسم القادم نهائي دوري أبطال أوروبا هيكون على ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو، وبالتالي أسبانيا هتستقبل حدثين مهمين جدا جدا خلال الموسم الحالي الكروي. طبعا كلنا شفنا وسمعنا الأحداث الغريبة من قبل الاتحاد الأفريقي ودولة الكاميرون وسحب التنظيم، وهنتكلم معكم بعد الفاصل بكل التفاصيل الخاصة بالخبر وإزاي الاتحاد الأفريقي فعلا هل هو اتخذ قرار بسحب تنظيم البطولة الأفريقية 2019 واللي هتقام في يناير القادم من الكاميرون، كمان على جوائز الترشيح ومحمد صلاح ووليد سليمان وأحمد جمعة ثلاث مصريين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام 2018. مفيش حاجة بقى اسمها أفضل لاعب داخل القارة أو أفضل لاعب خارج القارة، كلها بقت جائزة واحدة. كمان مستر باتريس كارترون المدير الفني السابق للنادي الأهلي مرشح لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا عام 2018. هنتكلم معاكم بكل التفاصيل اللي موجودة معانا في كل الأخبار اللي اتكلمنا فيها دلوقتي، لكن هنروح لفاصل سريع نرجع نكمل معاكم. اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس. طبعا في البدايه والقضيه الرئيسيه اللي موجوده معانا النهارده هو الخبر اللي كلنا سمعناه وقريناه في الصحف والمواقع العالميه الافريقيه ان سحب تنظيم امم افريقيا 2019 من الكاميرون بسبب بعض الاعمال او بسبب بعض القرارات اللي سربت لوسائل الاعلام، لكن هنحكي لحضراتكم الحكايه وهقول لحضراتكم هل فعلا بالفعل تم سحب الملف من دولة الكاميرون ولا لسه. لكن انا قلت في البداية ان بطولة الامم الافريقية هي مفروض تقام في شهر يناير، هي يعني طبعا احنا عارفين هي كل موسم كانت بتقام في شهر يناير، لكن الموسم بداية من الموسم الحالي هتقام من 15 يونيو الى 13 يوليو علشان ما تكونش معارضة
لأي بطولة من بطولات الدوريات الكبرى العالمية، واللعيبة الأفريقية لا تتأثر بمشاركتها مع المنتخبات. طبعا علاوة على أن كل الأندية الإنجليزية والأندية الأسبانية والإيطالية اللي بتعتمد على وجود لعيبة من أفريقيا أكيد بتتأثر لما اللعيبة بتروح مع منتخباتها الأفريقية وبتشارك مع بطولة أفريقيا اللي بتكون في منتصف الموسم. لكن في البداية كان في كلام على أن الاتحاد الأفريقي كان عنده بعض التقارير اللي من لجان التفتيش اللي شافت الملاعب الخاصة باستضافة أمم أفريقيا 2019، وقالت أن الملاعب أو أن دولة الكاميرون لم توفي بالوعد المقطوع من قبل تنظيم البطولة من حيث بقى الاستعدادات للاستادات وكل الإمكانيات اللي موجودة، من خلال لجنة كانت مفروض بتقدم التقارير خلال آخر شهر نوفمبر، وإحنا خلاص في آخر أيام نوفمبر، وبالتالي بعد تقرير اللي تم تقديمه من قبل لجان التفتيش. والكلام ده كان في العاصمة الغنية أكرا. طبعا الاجتماع من الفيفا أو طبعا كان في بعض القرارات اللي تم اتخاذها من الفيفا، والاجتماع كان في العاصمة الغنية أكرا، وكان الاجتماع ده على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية. لكن الكلام اللي اتقال من رئيس الاتحاد الأفريقي السيد أحمد كان بعد اجتماع مع رئيس الكاميرون بول بيا في مقر الرئاسة الكاميرونية بالعاصمة ياوندي، بعد أنباء سحب تنظيم من الكاميرون، واللي بعديه السيد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خرج في مؤتمر صحفي وقال إن قرار عدم تنظيم البطولة في الكاميرون ده قرار يخص الدولة المنظمة، لو هي غير قادرة على التنظيم هي اللي هتقول الكلام ده، وبالتالي عندنا بعض التخوفات اللي موجودة في دولة الكاميرون لتنظيم البطولة، لكن رئيس الكاميرون وعدوا بالانتهاء من الإنشاءات الخاصة باستضافة البطولة قبل انطلاقها. هل الكلام ده هيكون صح؟ رئيس الاتحاد الأفريقي هياخد الكلام ثقة، وان هو بعد التقارير اللي قدمتها لجنة التفتيش الخاصة بالكاف على ان الكاميرون غير قادرة على تنظيم البطولة بسبب عدم اكتمال المنشآت الخاصة بها من ملاعب وملاعب تدريب وغيره وغيره وغيره، هل الكلام ده هيكون محل ثقة؟ زي ما احنا عارفين ان في الايام الحالية او بعد ما طلع قرار او اتسرب للاعلام قرار سحب التنظيم امم افريقيا من الكاميرون، ان المفروض ان المغرب كانت هي اللي تطمح في استضافه بطوله امم افريقيا، وفي كلام بيقال ان مصر هي كمان بتدرس الموقف. لكن من مصادر مؤكده عرفنا ان اتحاد كره القدم هيجتمع يوم 4 ديسمبر القادم لحسم موقف مصر من التقديم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، يبقى مع المغرب ممكن يكون موجود مصر، لكن القرار رسميا من الاتحاد الأفريقي هيتم الإعلان عنه لو ممكن يكون مساء اليوم أو بكرة بالكتير، علشان خاطر طبعا يعني زي ما احنا عارفين وشفنا إن زي ما منتخب المغرب كان بيحارب من أجل تنظيم البطولة، وبالتالي زي ما احنا يعني متعودين مع حضراتكم نقول لكم معلومة صحيحة 100%، لو الكاميرون انسحبت المغرب رسميا هي اللي هتكون منظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حتى لو مصر دخلت مع المغرب، لكن منتخب المغرب أو اتحاد المغربي لكرة القدم جاهز بكل الملفات وجاهز بكل المنشآت، وانا اعتقد ان الفيفا او اتحاد الافريقي الكاف اعتقد ان هو هيرجح كافة المغرب بنسبة كبيرة. اكيد طبعا دولة المغرب هي دولة شقيقة، دولة من الدول اللي بنعتز بيها، وعندهم منتخب اكيد محترم، عندهم تاريخ، واكيد هيشرفوا الكرة الافريقية والكرة العربية من حيث التنظيم الرائع جدا اللي ان شاء الله لو وفقوا في تنظيم البطولة بعد ما يتم الإعلان رسميا، لكن رسميا لسه لم يعلن إن تنظيم البطولة
اتسحب من الكاميرون، لكن بعد الاجتماع اللي قلنا عليه ما بين رئيس الدولة الكاميرونية والاتحاد الأفريقي سيد أحمد أحمد، لسه كان في بعض الوعود اللي تم قطعها من قبل رئيس دولة الكاميرون لرئيس الاتحاد الأفريقي، ولسه من خلال القرارات دي أو من خلال الوعود هيكون في اجتماع تاني وهيكون في قرارات معلنة علشان تكون رسميا في زي ما قلت حضراتكم مساء اليوم أو بكرة إن شاء الله بكتير. وعلى هامش الأمم الأفريقية وبطولات كأس الأمم، الكاف الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي بدأ أن هو أو أعلن رسميا عن الجوائز أفضل لاعب في القارة الأفريقية وكمان أفضل مدير فني وأفضل منتخب أفضل نادي، جوائز كثيرة تم الإعلان عنها، لكن أبرز الأسماء اللي موجودة معانا في جائزة أفضل لاعب طبعا تم اختيار 34 لاعب علشان يقع أو يتم اختيار لاعب واحد فقط من ال 34 اسم علشان يكون أفضل لاعب في أفريقيا. زي ما احنا عارفين الموسم الماضي كان في جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وجائزة لاعب أفريقي من خارج أفريقيا، والموضوع ده أو أحسن لاعب أفريقي دولي وأفضل لاعب أفريقي محلي، الجائزة كلها توحدت وبقت جائزة واحدة فقط هي أفضل لاعب في القارة بأكملها. وأبرز الأسماء اللي موجودة معانا هو طبعا نجمنا المصري المرشح بقوة، واللي زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده قلنا أنه هو مرشح بقوة وهو الاسم المتردد بقوة داخل الاتحاد الأفريقي أن هو يفوز بالجائزة الثانية على التوالي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا. كمان نجمنا المصري الأهلاوي وليد سليمان مرشح أن هو يكون موجود من ضمن أفضل 34 لاعب، شرف لأي لاعب موجود ضمن القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي أن هو يكون موجود وسط أحسن 34 لاعب في أفريقيا. طبعا ساديو ماني يعني أبرز الأسماء اللي هقول لحضراتكم عليها، طبعا لاعبنا المصري احمد جمعه لاعب النادي المصري ولاعب مصر، اليكس ايوبي لاعب نيجيريا وارسنال، وقلنا طبعا فرانسكوم لاعب الترجي التونسي ولاعب منتخب الكاميرون، وحكيم زياشي لاعب اياكس ومنتخب المغرب، وطبعا اسماعيل حداد لاعب نادي الوداد المغربي. كمان عندنا طبعا نجمنا المصري محمد صلاح ووليد سليمان، ساديو ماني لاعب ليفربول، وايضا توماس بارتي لاعب اتلتيكو مدريد، واكيد طبعا يعني اسماء كتيره جدا سواء من الكره العربيه او من الكره الافريقيه، لكن رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي واحد اكيد من الاسماء المرشحه وبقوه بعد المستويات القويه جدا اللي قدمها مع فريق مانشستر سيتي في بدايه الموسم الحالي. طبعا غير اختيار جائزه افضل لاعب في افريقيا عندنا جوائز كتيره زي جائزه طبعا افضل مدير فني للسيدات، عندنا كمان افضل مدير فني او عندنا افضل منتخب في عام 2018 رجال، طبعا المنتخبات السته المرشحه للفوز بالجائزه منتخب غينيا بيساو والمنتخب الكيني ومنتخب مدغشقر والمنتخب الموريتاني والمنتخب الاوغندي ومنتخب زيمبابوي، مفيش اي منتخبات من الشمال الافريقي سواء مصر او تونس او الجزائر او المغرب. كمان يعني عندنا جوائز زي جائزه افضل لاعب ناشئ، مفيش لاعب من المنطقه العربيه غير اشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي واللاعب الحالي في نادي بروسيا دورتموند، اما الباقي هم من منتخبات نيجيريا والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار، لكن عندنا طبعا بن حليب لاعب رجاء او لاعب الرجاء المغربي اللي عندهم مباراه ان شاء الله يوم الاحد مباراه العوده امام بيتا كلوب في نهائي الكونفدراليه، المباراه الاولى انتهت 3-0، ومحمود بن حليب واحد من الاسماء المرشحه، فاتنين عندنا اثنين من المنتخب المغربي مرشحين لجائزه افضل ناشئ في افريقيا او افضل لاعب صاعد في افريقيا عام 2018. اما جائزه افضل مدير فني لعام 2018 واللي موجود فيها طبعا ابرز الاسماء المرشحه هو مستر باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي، وطبعا معين الشعباني مدرب المنتخب مدرب نادي الترجي التونسي،
اللي قدر انه يفوز ببطوله الامم بطوله دوري ابطال افريقيا لعام 2018. لكن طبعا هيرفي رينارد مدير الفني للمنتخب المغربي، وطبعا يعني مستر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الحالي لنادي الرجاء، واللي على بعد خطوات من تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية بالتخصص بعد ما قدر انه يفوز بيها مع نادي الأهلي، قدر انه كمان على بعد خطوة بسيطة جدا من الفوز باللقب الثاني ليه مع فريقه، زي ما احنا قلنا طبعا ان هو متخصص في الكونفدرالية الأفريقية وواحد من الأسماء المرشحة للفوز بلقب أفضل مدير فني في قارة أفريقيا. خلصنا مع حضراتكم الجزء الخاص بقضية الكاف أو الاتحاد الأفريقي، وكمان اتكلمنا معاكم على الجوائز المعلنة من قبل الاتحاد الأفريقي الكاف في جائزة أفضل لاعب أو أفضل منتخب وكمان أفضل مدير فني. هنروح معاكم سريعا لأغلفة الصحف العالمية علشان نطلع على كل ما هو مكتوب من خلال الصحف اللي تم إصدارها صباح اليوم، هنتابع ايه القواضي او ايه القضية الكبرى المعلنة في تلك الصحف. نروح لأغلفة الصحف ونبدأ بالأس الأسبانية، ورسميا نهائي كوبا ليبرتادورز بين بوكا جونيورز وريفر بليت سيقام في ملعب سانتياغو برنابيو في اسبانيا. نروح لموندو ديبورتيفو، طبعا بيتكلموا على نفس الخبر اللي اتكلمنا فيه انه تم اعتماد نقل مواجهة نهائي كاس الليبرتادورز بين بوكا جونيورز وريفر بليت الى ملعب سانتياغو برنابيو يوم 9 ديسمبر 2018. نروح لسبورت وتصادم رابيو واسكو. رابيو واسكو، يوفنتوس تخلى عن اللاعب رابيو والهدف الان هو التعاقد مع اسكو. الطريق اصبح خالي الان امام برشلونة لاتمام صفقة الفرنسي الذي استبعد فكرة التجديد مع بي اس جي، وكريستنسون خيار البارسا في حال تم اجراء عملية لأومتيتي. نروح لستار سبورت، طبعا دخيا شو مي داماني، يعني بيتكلموا على دخيا بيقول اروني المال، دخيا يريد المزيد من الاموال ليبقى بالاضافه لمعرفته ان كان سيبقى جوزيه مورينيو على راس الجهاز الفني، والبلوز والمدفعجيه في القمه، وسول طبعا البلوز والمدفعجيه في القمه في اليوروبا ليج او كاس الاوروبي، وسول هو افضل ما ستحصلون عليه. نروح لإكسبرس سبورت والروح والقلب. سول كامبل الآن احكموا علي بالنتائج وليس بلون القميص. غلاف مترو سبورت، المدافع الصغيرة الروح الشابة تبهر القدامى حيث تم ضمان المركز الأول لأرسنال، ومانشستر يونايتد سيحتفظون بديخية. نروح لإيطاليا ولجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، بين عمليات إعادة التشغيل سباليتي وأربع عقد بتقابل سباليتي مع فريق الإنتر، وده بعد ما تم التعادل أو خسارته في مباراة توتنهام على ملعب ويمبلي، والأمور بقت معقدة أمام إنتر ولازم توتنهام كمان يفوز على برشلونة في الكامب نو. الإنتر سيواجه روما ثم يوفنتوس ثم أيندهوفن، والآن سيعتمد على نيانجولان وبيريزيتش بشكل كبير من أجل الصعود للدور القادمة في دوري الأبطال. وميلان يرتجف بعد فوزه بالخماسية في لقاء أمس في اليوروبا ليج، ويوفنتوس يريد زيادة أرقامه عندما يواجه فيورنتينا. نروح للصحف الأرجنتينية ونتابع إيه أبرز العناوين اللي تم رصدها صباح اليوم بعد نقل المباراة إلى مدريد. بعد نقل نهائي كاس ليبرتادوريس الى ملعب ريال مدريد، عنوان طبعا صحيفه كرونيكا اللعنه يا صاح، يعني بيتكلموا على ان طبعا مش حاجه كويسه او مش واجهه طيبه للارجنتين ان يحصل الاحداث الاخيره، وبالتالي يتم طبعا يعني يتقال على الصحيفه او يتقال على الارجنتين ان المباراه فعلا اللي كومي بول نجح ان هو ينقلها لاسبانيا بعد ما شفنا الاحداث المؤسفه على هامش مباراه نهائي كوبا ليبرتادوريس ما بين بوكا جونيورز وريفر بليت. لكن يعني هنتابع بعد قليل في الاخبار
كمان ان ان نادي ريفر بليت معترض تماما على إقامة المباراة في إسبانيا، وهو يفضل إقامة المباراة في الأرجنتين. ممكن تكون خارج ملعب ريفر بليت لكن تكون في الأرجنتين. أنا شايف وجهة نظري إن لو اتنقلت في الأرجنتين يبقى احنا ما عملناش أي حاجة، لكن المباراة لازم تتنقل خارج الأرجنتين كمان علشان يكون درس كبير لجمهور ريفر بليت في استقبال الضيف، وكمان حسن السلوك، وإن هم لازم يكون في عقاب شديد جدا من الاتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم الكومي بول على جمهور ريفر بليت بالحرمان من المشاركه في تشجيع فرقهم في الجولات القادمه من البطوله. طيب نروح لدوري الابطال، دوري ابطال اوروبا، وجولتين يوم الثلاث والاربع، وكان في احداث مباريات كبيره جدا، لم يحصل اي مفاجات. الاول نستعرض النتائج اللي موجوده من خلال الجداول اللي قدام حضراتكم على الشاشه. ده في الايك اثينا، دي كانت يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، ايك اثينا بيخسر 2-0 من اياكس امستردام على ملعبه، سيسكا موسكو بيخسر 2-1 من فيكتوريا بيلزن، ومانشستر يونايتد بيفوز 1-0 في الدقيقه الاخيره بهدف مروان فلايني على يانج بويز السويسري، ويوفنتوس الايطالي بيفوز 1-0 على فالنسيا. مباراة روما وريال مدريد كانت في نفس أحداث اليوم، بيخسر روما على ملعبه في الأولمبيكو 2-0 من ريال مدريد، وبايرن ميونخ بيفوز بنتيجة كبيرة جدا على بطل البرتغال بنفيكا بخمس أهداف مقابل هدف. أما ليون وتعادل إيجابي بين مانشستر سيتي 2-2، السيتي بينجح إنه يجيب هدف التعادل في الدقيقة 83 علشان يضمن صعوده، اللي هنتكلم عليه لما نستعرض جداول الترتيب. أما هوفنهايم وشختار دونيتسك، وشختار بيفوز 3-2، فوز هام جدا خارج ملعبه على فريق هوفنهايم العنيد الألماني. نروح لجولات يوم الأربع ولقاءات أتلتيكو مدريد وموناكو، 2-0 لأتلتيكو مدريد، ومعاناة موناكو مع تييري أونري اللي أنا ما أعتقدش حقق أي نتيجة إيجابية منذ توليه المسؤولية الفنية، فوز وحيد فقط لا غير، وهو لا يعني الكثير لمشجعي والإدارة لنادي موناكو. لوكوموتيف موسكو وجلاتا سراي، وفوز لوكوموتيف 2-0. أما مباراة توتنهام وسبيرز وإنتر ميلان، فوز توتنهام فوز مهم جدا في الدقيقة 80 عن طريق كريستيان إريكسون، وفوز برشلونة 2-1 على بي اس في أيندهوفن في هولندا، واختيار ميسي أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال رسميا تم الإعلان عنها، وبروسيا دورتموند وتعادل سلبي مع كلوب روج وباريس سان جيرمان وليفربول، وفوز باريس سان جيرمان 2-1. مباراة كان فيها حوالي 8 كروت صفراء، واضح ان هي اكيد اللي تابعها، كانت مباراه قويه وفيها احداث عنيفه جدا جدا من الفريقين، كارتين صفر لباريس سان جيرمان وست كروت صفراء على فريق ليفربول. وبورتو البرتغالي بيفوز على تشالكا الالماني 3-1، اما نابولي بيفوز على فريق ريد ستار السربي 3-1. وهنتكلم بالتحديد على مباراه او على مجموعه ليفربول و باريس سان جيرمان ونابولي. طبعا الجولات القادمه الحاسمه الاخيره هتكون يوم الثلاث والاربع 11 و12 ديسمبر، ليفربول هيلاقي فريق نابولي على ملعبه في ملعب الانفيلد، ولقاء الامل والفرصه الاخيره لفريق ليفربول. ليفربول بعد ما كان متصدر مجموعته بست نقاط، عنده مشكله دلوقتي ان هو لازم يفوز على فريق نابولي على الاقل بفارق باكثر من هدف او اثنين، بسبب ان المباراه الاولى انتهت 1-0 لصالح فريق نابولي، وبالتالي لو رحنا لعدد الاهداف او رحنا للجولات المباشره بين الفريقين، ليفربول يكون بعون الله باذن الله متفوق على فريق نابولي، ولعل وعسى باريس سان جيرمان يحقق نتيجه هو كمان سلبيه على فريق ريد ستار الصربي. تعالوا نروح ونتابع الجداول الخاصة بدوري الأبطال علشان نقول مع حضراتكم موقف المجموعات الخاصة بالفرق، ونقول مين اللي تأهل رسميا ومين اللي لسه عنده فرصة. نروح للمجموعة الأولى، مجموعة أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند اللي ضمنوا رسميا الصعود. أتلتيكو مدريد عنده 12 نقطة صعد رسميا، وبروسيا دورتموند صعد هو كمان رسميا إلى طيب دي مجموعة برشلونة. طيب خلينا في مجموعة برشلونة وتوتنهام
وبرشلونة مركز أول 13 نقطة، وتوتنهام في المركز الثالث بسبع نقاط، وإنتر ميلان في المركز الثالث هو كمان بسبع نقاط، وبي إس في أيندهوفن في المركز الأخير بنقطة واحدة. برشلونة هو اللي ضمن تأهله إلى دور ال 16، وتوتنهام وإنتر ميلان لسه مفيش، لسه ما تحددش مين فيهم اللي هيتأهل رسميا إلى دور 16، لكن توتنهام عليه أن يفوز على برشلونة في ملعبه كامب نو، وإنتر ميلان عليه أن هو كمان يفوز على بي إس في أيندهوفن، والاثنين بيتنافسوا على سواء عدد النقاط، لو متساوي هنروح لعدد الأهداف، لو متساوي للمواجهات المباشرة. نروح للمجموعة اللي بعديها، هي طبعا نبدأ بالمجموعة أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، والاثنين تأهلوا مباشرة إلى دور 16، لكن يبقى المباراة الأخيرة اللي هتكون في آخر جولات الشامبيونز ليج، دي اللي هتحسم مين فيهم الأول ومين فيهم الثاني. أما كلوب روج رسميا بيتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي. برشلونة زي ما احنا قلنا لحضراتكم إن هو الوحيد اللي تأهل من المجموعة الثانية. نروح بقى للمجموعة الثالثة، مجموعة نابولي وباريس سان جيرمان وليفربول وفريق ريد ستار الصربي. نابولي مركز أول 9 نقاط، باريس سان جيرمان عنده 8 نقاط، وليفربول في المركز الثالث 6 نقاط، وريد ستار الرابع بأربع نقاط. المجموعة دي ما حدش منهم لا تأهل لدور 16 رسميا، ولا حد تأهل إلى اليوروبا ليج، ولا حد منهم خرج من المنافسة. مجموعة صعبة جدا ومعقدة جدا زي ما أنتم شايفين. المباراة القادمة ليفربول ونابولي، ليفربول لو فاز هيبقى عنده 9 نقاط، طبعا هو اكيد متفوق بعدد الاهداف على نابولي بفارق هدف، فليفربول زي ما احنا قلنا لحضراتكم هدف واحد يكفي، لكن لضمان صعوده لاي سبب من الاسباب ممكن يعني ان شاء الله ربنا يكرم ويجيبوا هدفين ويكونوا عن طريق محمد صلاح نجمنا المصري علشان يزيد من اهدافه السنويه مع ليفربول، وكمان يزيد من عدد اهدافه في مشواره مع فريق ليفربول. باريس سان جيرمان هيلاقي فريق ريد ستار الصربي، فريق ريد ستار هو عنده كمان فرصه، ليفربول عنده فرصه، نابولي عنده فرصه، باريس سان جيرمان عنده فرصه، الاربع فرق عندهم فرص في التاهل. نروح للمجموعه الرابعه، بورتو وشالكا وجلاتا سراي ولوكوموتيف موسكو. بورتو في المركز الاول ب 13 نقطه ضمن صعوده خلاص، وشالكا هو كمان بيلحقه الى دور ال 16 اول وثاني رسميا، ما فيش فيهم اي تغيير. وجلاتا سراي ولوكوموتيف موسكو الاثنين لسه بيتصارعوا على المقعد الخالي في المجموعه الرابعه من اللي يتاهل الى الدوري الاوروبي. مجموعه بايرن ميونخ واياكس امستردام وبنفيكا وايك اثينا. المجموعه دي تمت حسم الاول والثاني بايرن ميونخ واياكس امستردام، لكن يتبقى الجوله الاخيره لحسم المركز الاول والمركز الثاني. اما بنفيكا هو كمان بيتاهل الى الدوري الاوروبي، وايك اثينا خارج المنافسه تماما. المجموعه السادسه، مانشستر سيتي يتاهل وحيدا في المجموعه السادسه الى دور ال 16. ليون مركز ثاني 7 نقاط، وشختار دونيتسك المركز الثالث بخمس نقاط، وهوفنهايم في المركز الاخير بثلاث نقاط. ليون وشختار بيتنافسوا على البطاقه الثانيه في الصعود مع فريق مانشستر سيتي الى دور ال 16. اما هوفنهايم لسه بيحاول ان هو يبقى عنده امل في التاهل الى الدوري الاوروبي. نروح للمجموعه اللي قبل الاخيره، مجموعه ريال مدريد وروما. ريال مدريد في المركز الاول ب 12 نقطه بيتاهل رسميا الى دور 16، وروما بيلحق فريق ريال مدريد بتسع نقاط في المركز الثاني. اما سيسكا موسكو وفيكتوريا بيلزن اربع نقاط، الاثنين عندهم الجوله الاخيره هتحسم فيها مين هو الفريق اللي هيصعد الى دور اليوروبا ليج او منافسات اليوروبا ليج. مجموعه اليوفنتوس ومانشستر يونايتد وفالنسيا ويانج بويز. يوفنتوس بيتأهل ومعاه مانشستر 12 نقطة لفريق يوفنتوس و10 نقاط لفريق مانشستر يونايتد، لكن تتبقى الجولة الأخيرة أيضا للحسم في المركز الأول والمركز الثاني. فالنسيا في المركز الثالث بيتأهل إلى اليوروبا ليج، ويانج بويز بيخرج من البطولة بعد طبعا تجربة مش وحشة بالنسبة للفريق السويسري. طبعا واحنا بنتكلم على بطولة دوري الأبطال معانا أكيد بعض الفيديوهات الخاصة ب البطولة، زي ما حضراتكم متعودين دايما بيكون معنا الحدث بأخباره بفيديوهاته، ولكن الحدث المهم جدا وأكيد كان فيديو قوي وفيديو كلنا هنتابعه دلوقتي هو جمهور نابولي المرعب من خلال المباراة الأخيرة أمام فريق ريد ستار الصربي، واللي كان فعلهم مع النشيد لبطولة دوري الأبطال. رد الفعل كان مخيف جدا من خارج ملعب نابولي. تعالوا نشوف ونتابع جمهور نابولي عمل إيه قبل بدء المباراة مع فريق ريد ستار، نرجع نكمل مع حضراتكم.
ده كان جمهور نابولي ورد فعله لما نشيد دوري الأبطال تم الإذاعة عنه قبل بدء المباراة، اللي دايما بيكون هو النشيد الرسمي قبل كل المباريات. الأول كان صوت النشيد، لكن الجمهور في حتة The Champions League كان صوت جمهور فريق نابولي بيهز أرضية الملعب. بعد مباراة روما وريال مدريد الأخيرة، ريال مدريد بينجح بالفوز بهدفين، منهم لوكاس فاسكيز بينجح إنه يجيب الهدف الثاني للريال، وبيعبر عن فرحته بإنه رزق، إن ربنا رزقه بمولود، واحتفل على الطريقة اللي كلنا أكيد عارفينها لما لاعب كرة قدم ربنا بيرزقه بمولود، فازاي بيحتفل بعد الهدف. كانت لفتة طيبة جدا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز اللي كان أول واحد استقبله بعد نهاية المباراة علشان يهنيه على الهدف رقم واحد ورقم اتنين، يهنيه على المولود. تعالوا نشوف ونتابع ازاي فلورنتينو بيريز استقبل لوكاس فاسكيز بعد المباراة. يعني حاجات صغيرة جدا في كرة القدم، لكن نفسيا بتفرق مع اللاعب، نفسيا بتفرق معاه وبتخليه يكون عنده ولاء أكتر لناديه، وكمان بتحمسه في اللقاءات القادمة لما رئيس النادي ينزل يسلم على لاعب أحرز هدف وكمان يهنيه على المولود. أعتقد دي حاجة طيبة من رئيس نادي بيفهم يعني إيه إنسانية. طبعا بعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول واللي انتهى بفوز باريس سان جيرمان 2-1، واللي كان حاضر المباراة أكيد نخبة من نجوم كرة القدم العالمية وكرة القدم سواء في مجال التمثيل أو مجال اليو اف سي، يعني نجوم كثيرة جدا هنستعرضهم مع حضراتكم. لكن تعالوا نشوف الاحتفال الأبرز اللي كان موجود في المباراة أو بعد المباراة بمشاركة داني ألفيس نيمار في فوز باريس سان جيرمان 2-1. أكيد كمان شفنا نيو لوك اللي ظهر عليه داني ألفيس، وكمان المركز الجديد اللي كان موجود فيه، ما كانش شارك في المباراة كظهير أيمن، لا ده شارك كجناح ونجح إنه يعمل بعض الخطورة على فريق ليفربول. لكن احتفال داني ألفيس ونيمار هو اللي كان أكيد ممتع وهو اللي جذب كل الأنظار العالمية على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف ونتابع إزاي داني ألفيس ونيمار احتفلوا بعد المباراة. يعني دايما البرازيليين بيكونوا مختلفين ومبدعين داخل الملعب وخارج الملعب، دايما دماغهم زي ما حضراتكم شايفين في حته ثانيه لوحدها حتى في الاحتفالات. يعني البرازيل دايما ممتعه ونجوم كثيره جدا جدا بيمتعونا قبل جوه الملعب كمان بره الملعب. زي ما اتكلمنا على الجزء الانسانيه الخاص في كره القدم ما بين بيريز ولوكاس فاسكيز، كمان حصل لقطه فيها انسانيه كبيره جدا وروح يعني رياضيه كبيره من لاعب فرنسي مرشح بقوة للفوز بجائزة البالون دور 2018 هو أنتوان جريزمان. أنتوان جريزمان لما في مباراة الشامبيونز ليج الأخيرة والنشيد دوري الأبطال زي ما احنا سمعناه مع جمهور نابولي كان بيتم إذاعته داخل الملعب، الكاميرا كلها عدت على كل اللعيبة علشان بتعرض لقطات للعيبة المشاركين في المباراة، لكن الكاميرا لما جت على أنتوان جريزمان كانت أكيد لفتة طيبة جدا منه وعرف أنه هو يخطف أنظار الجميع، لكن هو مش قاصد يعمل كده طبعا أنه هو يخطف الأنظار وأنه هو يتمنظر بلغة الكرة، لكن هو طبعا شاف ولد صغير عنده مشكلة في الحذاء وبالتالي تدخل علشان أو يساعد الولد في ربط الأبطال. والأخبار الخاصة بدوري الأبطال نروح لبعض الأحداث والأخبار الخاصة بنهائي كوبا ليبرتادوريس. طبعا الأخبار الخاصة بها المباراة زي ما احنا قلنا وتابعنا في الصحف العالمية إن المباراة هتقام يوم 9 ديسمبر إن شاء الله في ملعب مدريد، ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد. الجانب الآخر نادي ريفر بليت معترض على إقامة المباراة خارج الأرجنتين، لكن
هنشوف التونين بول هو اللي هيفوز ولا نادي ريفر بليت. المواجهة الأولى ما بين الفيفا والتونين بول ضد فريق بوكا جونيورز، بوكا جونيورز هو اللي قدر إنه يفوز بالمباراة إن هي تتلغي خالص وإن هي تقام يوم 9 ديسمبر. طبعا كلنا هنشوف دلوقتي مع حضراتكم وهنتابع الأحداث المؤسفة اللي كانت موجودة يوم السبت الماضي، كان يوم المقرر لإقامة النهائي. لكن قبل ما نروح للأحداث، أكيد في تدريبات فريق بوكا جونيورز كان في بعض المشجعين اللي كانوا موجودين داخل الملعب، واللي واحد منهم كان حابب إن هو يسلم على لاعبي فريق بوكا جونيورز، لكن الأمن بيسيطر عليه. في الموقف ده تدخل كارلوس سيفيز النجم العالمي علشان ينقذ مدافع، ينقذ المشجع. تعالوا نشوف ازاي كارلوس سيفيز تدخل لانقاذ المشجع من قبضه الامن. نرجع نكمل معاكم من تدريبات بوكا جونيورز. تعالوا نشوف بقى ازاي ريفر بليت او جمهور ريفر بليت اعتدى على حفله بوكا جونيورز، وازاي جمهور ريفر بليت كان عامل شغب كبير جدا في شارع الاستاد الخاص بالمباراه. نرجع نكمل معاكم. شفنا ازاي جمهور ريفر بليت اعتدى على حفله فريق بوكا جونيورز في الوقت اللي كان موجود فيه غاز من كل ارجاء الملعب، في الوقت اللي وصل فيه فريق بوكا جونيورز بعجوبه ونجحوا ان هم يعني ينجوا بحياتهم من الموقف اللي حضراتكم شفتوه. لكن ازاي رد فعل لاعبي فريق بوكا جونيورز داخل غرف خلع الملابس قبل بدء المباراه، وعشان نشوف ازاي الرئيس الاتحاد الدولي وازاي الرئيس الخاص بكومن بول كانوا بيطالبوا فريق بوكا جونيورز باللعب المباراه في الظروف السيئه اللي تعرضوا ليها. تعالوا نشوف بقى ازاي لاعبي فريق بوكا جونيورز اتعرضوا لبعض الاختناقات والاصابات من داخل غرف خلع الملابس. ¿Qué quiere gasa? Dame una gasa con Perry, por favor. ده بالنسبة للرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الكومن بول اللي كانوا بيطالبوا فريق بوكا جونيورز باللعب المباراة في الظروف اللي حضراتكم شايفينها، يعني اللعيبة كانت مخنوقة، اللعيبة كان عندها إصابات، فاللعيبة ازاي كانت هتلعب بالحالة السيئة جدا جدا اللي كانوا وصلوا لها بعد الاعتداء على الأتوبيس وبعد بعض يعني الاحتفالات اللي أدت إلى اختناق ووجود بعض الغازات في محيط الاستاد واللي أثر أكيد على غرف خلع الملابس بفريق بوكا جونيورز. فاكين حضراتكم المشجعة اللي هربت الشماريخ في جسد الطفله قبل دخول الاستاد؟ يعني هعرض قدام حضراتكم دلوقتي وهفكر حضراتكم ان كان في مشجعه واخده معاها طفله صغيره الملعب وهي رايحه المباراه، وهربت بعض الشماريخ اللي موجوده من خلال طفل من خلال جسد الطفله. ويعني لو نعرض بس وانا بتكلم الفيديو الخاص بالمشجعه عشان نشرح ونوضح للساده المشاهدين اكتر ويكونوا عايشين معانا الحدث للي ما تابعش واللي ما شافش. دي واحده مشجعه
حاولت ان هي تخبي الشماريخ زي ما حضراتكم شايفين في جسد طفله، ان هي تلف حوالين وسطها شماريخ وتحط عليهم بلاستر او 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 ماده فيها لزق، ان هي تعرف ان هي تثبتهم وتخش بيها الملعب علشان الطفله الصغيره مش هيتم تفتيشها. وبالتالي تم القاء القبض مباشره من قبل الشرطه الارجنتينيه على السيده اللي قدام حضراتكم، علشان طبعا اللي بيحصل ده ملوش اي علاقه بكره قدم ولا ليه اي علاقه بانسانيه ولا ليه اي علاقه باي حاجه فيها رياضه اصلا. يعني دي حرب مش كره قدم. وبعدين هي سيده، يعني لو جت من راجل ماشي، لكن سيده بتعمل كده في طفله صغيره. طب لو لا قدر الله اي حاجه حصلت في الشماريخ دي وهي ماشيه، ممكن يحصل لها عاهه مستديمه تفضل معاها طول عمرها بسبب مباراه كره قدم وبسبب تصرف في بعض يعني الطيشه منها. لكن تم القاء القبض عليه. اخر فيديو موجود معانا في كوبا ليبرتادوريس هو رئيس نادي ريفر بليت. رئيس نادي ريفر بليت كان بيعمل حديث صحفي في احدى الاخبار او الصحف او التلفزيون الارجنتيني. زي ما حضراتكم شايفين ده نادي رئيس ريفر بليت، شاف الجمهور بيجري هوب جري على طول، يعني ما استناش بقى اي حاجه، لا استنى بقى حد من الصحفيين او المذيعين او المراسلين يقول له حاجه، لكن شكله كان تهويش، والتهويش ده جاب معاه وشاف الناس بتجري فقام جري معاهم وقال انفد بجلدي وماليش دعوه يا عم انا رئيس نادي ريفر بليت ماشي، لكن في الاحداث الشغب دي انا ماليش دعوه. في الاول وفي الاخر يعني نتفق نختلف، الجري نص الجدعنه، فالراجل جري وعمل نص الجدعنه ونص الجدعنه الثانيه. الماتش بقى يوم 9 ديسمبر في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، على ملعب سانتياغو برنابيو. زي ما احنا شايفين تاني الراجل جري على طول باص يمين للناس بتجري، يعني كان تهويش كده ان جمهور ريفر بليت نزل اقتحم الملعب والرئيس النادي جري على طول. خلصنا كوبا ليبرتادورس وخلصنا الشامبيونز ليج، نروح بقى للاخبار، يعني اخبار من ايطاليا واخبار متنوعه، لكن هبدا مع حضراتكم من الاخبار اللي بيقال ان زلاتان ابراهيموفيتش هيعود الى ميلان مجددا في شهر يناير القادم. علشان كده هنروح لإيطاليا مع لوكا سباجريلي من موقع الميلانيستا علشان يتكلم معانا علشان خاطر يقول لنا هو بالتفاصيل أكتر عن صحة انتقال إبراهيموفيتش إلى الميلان. لكن طبعا هو هيكون موجود معنا على التليفون علشان نسأله. في كلام كتير جدا ان زلاتان هيعود من امريكا علشان يلعب فتره في نادي ميلان. نادي ميلان اكيد تألق في زلاتان ابراهيموفيتش وعمل تاريخ كبير جدا من خلال النادي الايطالي، اللي طبعا حاليا بيعاني بسبب عدم وجود اموال وبسبب عدم وجود لعيبه، وكمان القياده الفنيه تحت جاتوزو مذبذبه. شفنا امبارح فريق اي سي ميلان ان هو كان عنده تعثر في بدايه المباراه، لكن عاد الى المباراه من جديد وفاز بخمس اهداف من جديد. معانا على التليفون حالا لوكا سباجريلي علشان يقول لنا تفاصيل اكتر. هلو لوكا. هلو ريفاتشي. يس. يا ثانك يو سو ماتش، اتس ا بليجر تو هافينج يو اون الاهلي تي في. فيرست اوف اول وي وونت تو نو ذا نيوز ذات وي هيرد اباوت ترانسفير زلاتان ابراهيموفيتش from Los Angeles Galaxy to AC Milan in January. Is it true or it's just rumors? No, it's not true. There is true. So about the rumors talking about the Los Angeles Galaxy to good players to come in and that's a problem also because LA Galaxy is the same sports of the players tonight. And we have a team now. So there's this problem at the moment. But the class is, I think that at the end of the Abuja FC. So I think it's going to be in January become a new player of Milan. طيب I will translate to the people and I'll be back to you with the second question. طبعا قلتوا احنا سمعنا اخبار ان احتمال يكون في انتقال لزلاتان ابراهيموفيتش من لوس انجلوس جالاكسي الى ميلان، هل الاخبار دي حقيقيه ام لا؟ هل الاخبار حقيقيه ان في كلام اتفتح مع زلاتان ابراهيموفيتش على انه يعود مجددا الى نادي ميلان
وده عن طريق طبعا شهر يناير القادم. واكيد زلاتان ابراهيموفيتش واحد من اللعيبه المميزه في اوروبا حاليا, واكيد هيضيف من قوه نادي ميلان. لوكا, also we heard that Giuliani said in the news that if Ibrahimovic be back to AC Milan, this will make value to the Serie A. Giuliani said that if Ibrahimovic will return to AC Milan again, it will make the Italian league or Serie or Serie A more value or more valuable by return of Zlatan Ibrahimovic to play again to AC Milan. Okay, Luca, thank you so much for being with me on Al-Ahli channel. واضح ان في يعني بعض المشاكل في الصوت, صوتنا انا عارف ما كانش واضح, لكن بنحاول ان احنا يعني اترجم من اللي انا سمعته على قد ما اقدر من صحفي بموقع ميلانيستا لوكا سبيجاريلي. كلمته قلت له هل جالياني صرح وقال ان عوده ابراهيموفيتش هتزيد من قيمه الدوري الايطالي, وده هل ممكن تكون مؤشر لعوده اللاعب من جديد؟ قال لي طبعا ابراهيموفيتش هيزيد من قيمه الدوري الايطالي زي ما نجوم كتيره جدا بيضيفوا الى الدوري الايطالي في الفتره الحاليه, زي ما رونالدو انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس وخطوه زي كده, او انتقال زي اللي تم من خلال يوفنتوس اكيد ادى للدوري الايطالي قوه كبيره جدا. وكمان ابراهيموفيتش لما يكون موجود احنا عارفين انه ملك التصريحات او ملك قصف الجبهات زي ما احنا متعودين بلغه السوشيال ميديا. فالتليفون حالا لوكا سبيجاريلي علشان يقول لنا تفاصيل اكتر. هلو لوكا. Yes. Yeah, thank you so much. It's a pleasure to having you on Al Ahli TV. First of all, we want to know the news that we heard about transfers Zlatan Ibrahimovic from Los Angeles Galaxy to AC Milan in January. Is it true or it's just rumors? No, I thought it was true. So about the Galaxy. طيب, I will translate to the people and I'll be back to you with the second question. طبعا قلتوا احنا سمعنا اخبار ان احتمال يكون في انتقال لزلاتان ابراهيموفيتش من لوس انجلوس جالاكسي الى ميلان. هل الاخبار دي حقيقيه ام لا؟ الاخبار حقيقيه ان في كلام اتفتح مع زلاتان ابراهيموفيتش على انه يعود مجددا الى نادي ميلان, وده عن طريق طبعا شهر يناير القادم. واكيد زلاتان ابراهيموفيتش واحد من اللعيبه المميزه في اوروبا حاليا, واكيد هيضيف من قوه نادي ميلان. لوكا, also we heard that Giuliani said in the news that if Ibrahimovic be back to AC Milan, this will make value to the Serie A. I don't think you very well. Giuliani said that if Ibrahimovic will return to AC Milan again, it will make the Italian league or Serie or Serie A more value or more valuable by return of Zlatan Ibrahimovic to play again to AC Milan. Yes, I was told.
Okay, Luca, thank you so much for being with me on Al Ahli channel. واضح ان في يعني بعض المشاكل في الصوت، صوت ما انا عارف ما كانش واضح، لكن بنحاول ان احنا يعني اترجم من اللي انا سمعته على قد ما اقدر من الصحفي بموقع ميلانيستا لوكا سبيجاريلي. كلمته قلت له هل جالياني صرح وقال ان عوده ابراهيموفيتش هتزيد من قيمه الدوري الايطالي، وده هل ممكن تكون مؤشر لعوده اللاعب من جديد؟ قال لي طبعا ابراهيموفيتش هيزيد من قيمه الدوري الايطالي زي ما نجوم كتيره جدا بيضيفوا الى الدوري الايطالي في الفتره الحاليه، زي ما رونالدو انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس وخطوه زي كده او انتقال زي اللي تم من خلال يوفنتوس اكيد ادى للدوري الايطالي قوه كبيره جدا. وكمان ابراهيموفيتش لما يكون موجود احنا عارفين انه ملك التصريحات او ملك قصف الجبهات زي ما احنا متعودين بلغه السوشيال ميديا. ده كان اتصال سريع مع لوكا سبيجاريلي من موقع ميدانيستا عشان نتكلم على موضوع ابراهيموفيتش. نروح لبعض الاخبار المتنوعه معانا علشان نتابع ونشوف ايه اخر الاخبار اللي موجوده في العالم. اول حاجه او اول خبر، الاتحاد الانجليزي لكره القدم يوجه اتهاما بسبب سوء السلوك لبرادلي جونسون لاعب ديربي كاونتي عقب مزاعم عن قيامه بعض منافسه جون الين خلال مباراه بدوري الدرجه الثانيه. موضوع العض ده بقى حاجه صعبه جدا زي ما حضراتكم شايفين. ده برادلي جونسون لما عض او حاول ان هو يعض جون الين، هو مش حاول، هو عضه فعلا، وزي ما حضراتكم شايفين اللاعب هيواجه عقوبه قاسيه جدا جدا. الاتحاد الانجليزي يعني اللي ممكن لو عرضنا الصوره دي قبل ما نقول الخبر هيبان ان هم واخدين بعض بالحضن، يعني حضن كبير جدا، وحشين بعض ما شافوش بعض بقالهم فتره. لكن هو حقيقه ان اللاعب اللي لابس كحلي بيعض اللاعب اللي لابس ابيض في احمر، وبالتالي هيكون في عقوبه كبيره جدا من الاتحاد الانجليزي لكره القدم. وخبر عاجل، جوزيه مورينيو اكد ان أليكسيس سانشيز هيغيب عن الملاعب لنهايه الموسم بسبب اصابه اوتار الركبه. وانا شايف ان الموضوع مش بس ليه علاقه بالاصابه، انا شايف ان أليكسيس سانشيز بيحاول جهدا ان هو يخرج من مانشستر يونايتد، وان هو خلاص اتخنق من القياده الفنيه لجوزيه مورينيو مع الفريق. مورينيو تعليقا على انتقاد جمهور مانشستر لفلايني، فلايني ليس مارادونا لكن الجميع يعرف مروان وما الذي يقدمه عندما يلعب. مروان فلايني لازم مورينيو يدافع عنه، وصاحب هدف الفوز في مباراه فالنسيا الاخيره في الدقيقه الاخيره من عمر المباراه. النهارده بيصادف ان نفس اليوم 30/11/2018 ده نفس التاريخ اقيمت اول مباراه دوليه رسميه في تاريخ كره القدم، واللي اتلعبت يوم 30/11/1872 بحضور 4000 مشجع، وكانت بين انجلترا واسكتلندا، وانتهت بالتعادل السلبي. طبعا ده يعني حاولوا المبدعين ان هم يوصلوا لاقصى تخيل ممكن يوصلوا له، فزي ما حضراتكم شايفين وصلوا للتخيل ان الجمهور كان واقف على رجليه بيحيط ارجاء الملعب، وان ده كان لبس المنتخبين، وهي دي كانت كره القدم. وبالتالي اكيد هي دي الايام يعني او العصر اللي بدا فيه اكتشاف كره القدم، او كمان دي كانت اول مباراه دوليه رسميه بين المنتخبين. سكاي سبورتس، مانشستر يونايتد نجح في تفعيل البند في عقد ريخية الذي ينص على التجديد التلقائي لعام اخر، حيث سينتهي عقده في 2020. لسه كل ده كلام، لكن مش عارفين الكلام ده صح ولا غلط. نادي ريفر بليت يرفض العقوبات الموقعه عليه من اتحاد امريكا الجنوبيه والقرار الخاص بخوض اياب نهائي كوبا ليبرتادوريس امام بوكا جونيورز على ملعب سانتياغو برنابيو. والمرشحين لجائزه افضل لاعب افريقي عام 2018 صلاح وزياش وبن عطيه وبن حليب وانيس البدري والخنيسي الابرز عربيا في القائمه. نروح لجريده السن، وبتقول هناك اتفاق مبدئي ما بين ميلان وتشيلسي لانتقال فابريجاس الى الميلان في يناير. تشيلسي يقدر سعر اللاعب ب 12 مليون باوند.
وعلى الاتحاد الأرجنتيني وقع مع ليونيل سكالوني لتدريب المنتخب الأول لمدة موسمين. والأندية اللي تأهلت إلى الدور القادم من الدوري الأوروبي رسميا أرسنال وبيتيس وتشيلسي ودينامو زغرب ودينامو كييف وفنربختشا وأينتراخت فرانكفورت ولاتسيو وليفركوزن وسالزبورغ وسبورتينغ لشبونة وزينت وإف سي زيورخ. نروح لهاري كين لاعب توتنهام، تصريح بعد فوز فريقه على فريق انتر ميلان ويعني أمل يعود لهم من جديد. نحن مستعدون لمواجهة البارسا وتحقيق هدفنا بالانتصار في الكامب نو وأنه لا يوجد حل آخر. الديلي ميل، نيمار يستطيع التفوق على ميسي وكريستيانو في شيء واحد فقط وهو التمثيل لا غير. يعني تصريح قاسي جدا جدا على نيمار وأنا أعتقد أنه هو يستحقه في الفترة الأخيرة. يورجن كلوب، الجميع يملكون العيون، فيراتي كان يجب أن يطرد. ودي اللقطة اللي بيتكلم عليها يورجن كلوب، في تدخل عنيف جدا من فيراتي على جوميز في أحداث المباراة الأخيرة ما بين ليفربول وباريس سان جيرمان. وجريدة سبورت، ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي يسعوا في التعاقد مع إسكو، هنشوف إسكو ممكن يخرج من بوابة الملكي ولا لا. رسميا المرشحين لجائزة أفضل هدف في الأسبوع في كورني من ليون وميرتنز من نابولي وروبن في بايرن ميونخ وكراماريتش من هوفنهايم، أما رسميا لاعب الأسبوع هو ليونيل ميسي. وجانبا إلى ليونيل ميسي ونحن بنتكلم عليه وبنقول أنه حصل على أفضل لاعب في الجولة، ليونيل ميسي سجل هدفه رقم 106 في دوري أبطال أوروبا وانفرد بالمركز الأول كأفضل هداف لنفس النادي في تاريخ البطولة، وكان بيشاركه لنفس المركز كريستيانو رونالدو 105 هدف مع ريال مدريد. احنا بنتكلم على مش الأهداف بصفة عامة، بنتكلم على هدف ده مع النادي سواء برشلونة أو مع ريال مدريد. والفرق المتأهلة رسميا إلى دور 16 من بطولة دوري الأبطال بايرن ميونخ وأياكس أمستردام مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ريال مدريد روما يوفنتوس أتلتيكو مدريد بروسيا دورتموند وبرشلونة وشالكا وبورتو. وده كانت الأخبار سريعا، الأخبار المتنوعة اللي موجودة معانا من الأخبار العالمية. نروح لأخبار محترفينا المصريين اللي بيشاركوا في الدوريات العالمية ونقول لحضراتكم آخر الأخبار اللي موجودة معانا. نني بيشارك في مع أرسنال في اليوروبا ليج وكمان بينجح أنه يصنع هدف. محمد النني شارك في طبعا يعني فوز فريقه على الفريق بولتوفا الأوكراني والمباراة انتهت بثلاث أهداف للا شيء لصالح أرسنال، والمباراة كانت في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي. محمد النني لعب المباراة بالكامل 90 دقيقة بعد ما غاب لفترة 3-4 مباريات عن فريق أرسنال، والدقيقة 41 النني استلم الكرة من نص الملعب ولعبها لوايلوك اللي ترجمها بهدف رائع جدا. ونني اكيد طبعا يعني نقطه ايجابيه جدا جدا مشاركته في المباراه وفوز فريقه وصناعه هدف. ارسنال عنده 13 نقطه في المركز الاول. وعمرو ورده بيشارك في لقاء باوك في اليوروبا ليج، وان طبعا تشيلسي حقق فوز سهل جدا على باوك واللي بيضم بين صفوفه لاعبنا المصري عمرو ورده. المباراه انتهت باربع اهداف دون مقابل لصالح البلوز في ملعب ستانفورد بريدج. المباراه اتلعبت اكيد كانت في الجوله الخامسه في المجموعه ال 12 من دوري الابطال. ورده كان في البدايه على مقاعد البدلاء، شارك كبديل في الشوط الثاني. كانت النتيجه 2-0 لتشيلسي، لما نزل عمرو ورده تشيلسي كمان زود عدد اهدافه من هدفين الى اربع اهداف. عمرو ورده قال ان كان في كلام او كان في كلام على ان كان في بعض المشاكل اللي هتؤدي الى تجميده، لكن واضح انه بدات الامور تمشي بخطى ثابته. وعمرو ورده كان في تصريح بعد المباراه قال ان احنا واجهنا فريق كبير لكن حظنا سيء لاننا واجهناهم عقبه هزيمتهم امام توتنهام، وده كان اكيد رد فعل ايجابي ومتوقع من فريق تشيلسي ان هو بعد الخساره من توتنهام انه لازم يفوز في اول مباراه ليه مع فريقه سواء في اليوروبا ليج او في الدوري الانجليزي، لكن قال كل الامور ممكنه وسنقاتل حتى النهايه. احمد المحمدي شارك في مباراه قويه جدا جدا امام فريق نوتنغهام فورست. احمد المحمدي بيلعب في نادي استون فيلا والمباراه كانت في دوري الدرجه الاولى اللي هو تحت الممتاز الانجليزي. المباراه انتهت بخمس اهداف مقابل خمسه، خمسه خمسه 10 اهداف في المباراه واحده، ودي نتيجه كبيره جدا من اكبر النتائج اللي دخلت فيها اجوان في تاريخ كره القدم. واحمد المحمدي شارك في الشوط الثاني. احمد حجازي بينجح
احنا بنتكلم ان اول ربع ساعه كان فيها اربع اهداف 2-2 بين الفريقين، وبالتالي احمد المحمدي تاني شارك في الشوط الثاني من عمر المباراه. احمد حجازي نجم نادي وست براميتش سجل هدف الفوز على سوانزي سيتي بعد غياب تسجيل الاهداف عن الموسم الماضي بعد اول جولتين، والموسم الحالي اول هدف لاحمد حجازي في الموسم الحالي. احمد حجازي اكيد واحد من المدافعين المتالقين جدا اللي بيتالقوا سواء في الدوري الممتاز الانجليزي او في دوري الدرجه الثانيه. يعني هنروح بقى للفيديوهات عشان الوقت بيجري مع حضراتكم، عشان نستعرض معاكم اخر الفيديوهات المتنوعه اللي موجوده معانا اللي دايما بتكون يعني محببه لدى جمهور وورد سبورتس على قناه الاهلي. هنبدا مع حضراتكم بالحضور الاستثنائي في مباراه باريس سان جيرمان وليفربول من ملعب المباراه، وقدام حضراتكم دلوقتي هنجيب ليكم كده المدرج اللي كان موجود فيه نجوم الفن وكرة القدم اللي كانوا حريصين على حضور المباراة. المباراة كان فيها ديدي ديشامب وطبعا يعني حبيب نجم اليو اف سي، يعني دي الصورة، ده المدرج اللي كان موجود فيه نجوم العالم، نجوم الفن وكرة القدم زي ما حضراتكم أكيد عارفين، ليوناردو دي كابريو الممثل الشهير أيضا كان إحدى الدي جي المشهورين جدا في فرنسا، كان حريص على أنه يكون موجود. ديدي ديشامب أيضا هو كمان كان موجود، وحبيب نور لاعب اليو اف سي المشهور جدا في الفترة الأخيرة واللي واحد من المبدعين، وإن هما بيقدموا رسالة طيبة جدا جدا في السلوك الرياضي في العالم، وكمان هو واحد من اللي بيتكلموا كويس على محمد صلاح، فكان حريص انه يتفرج ويشوف المباراه القويه جدا في ظل الاحداث السياسيه الصعبه جدا في فرنسا. لكن ملعب بارك دي برينس كام ما فيش فيه اي قلق تماما من الجمهور. نروح بقى لاول فيديو موجود معانا، فيديو بالقدوه انيستا وفي احدى دوريات او احدى مباريات فريقه في الدوري الياباني نجح انه يقوم بتهدئه كدوره كقدوة وكمثل وككابتن للفريق وكواحد من اللعيبة اللي كل العالم بيحترمه. إن حصلت خناقة في المباراة بين فريقه وبين الفريق المنافس، دخل إنيستا علشان يهدي موقف. تعالوا نشوف إنيستا تصرف إزاي. أنا عدته مرتين أو الإخوة الأفاضل عادوه مرتين علشان الكلام اللي محدش فاهم يفهم واللي محدش سامع يسمع. ده كلام مهم جدا جدا من مارادونا تعليقا على مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت. اللي فهم مارادونا قال ايه يبعت لنا ويبعت الترجمه صح، وزي ما قلت لحضراتكم هياخد جايزه كبيره جدا جدا انا هقدمها له بنفسي، بس يبعت لنا الحل الصح. ده كان مارادونا وكلامه وتعليقه على المباراه، فواضح ان مارادونا يعني بيتكلم كلام يعني عقلاني كده وبدون اي عصبيه وبدون اي ما يغلط في حد، قال كلام زي ما حضراتكم سمعنا واحنا كمان سمعنا وشفنا وفهمنا، فاحنا متفقين على الكلام اللي كان مارادونا اتكلم فيه. طيب نروح لرونالدو جونيور أو يعني جونيور رونالدو ابن كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس، واللي ابنه هو كمان بيلعب في نادي يوفنتوس، وواحد من المواهب اللي أنا أو أي حد بيتفرج على كرة القدم وبيتفرج عليه هيعرف إن هو من المواهب اللي هيكون ليها صدد قوي جدا في الملاعب الفترة القادمة. بينجح إن هو يسجل هدف ماركة جونيور أو ماركة كريستيانو جونيور أو ماركة رونالدو جونيور، أي حاجة من التلاتة هي ماركة مسجلة، وأكيد يعني أي حد اسمه رونالدو بيكون دايما حريف جدا وعنده كرة قدم مميزة جدا، فابن كريستيانو رونالدو ممتع هو كمان، وهنشوف الهدف وأنتوا حضراتكم تحكموا عليه. يعني ده هدف رونالدو جونيور، وواضح ان اللاعب فعلا موهوب وان رونالدو بيتبع معاه سياسة يعني تربية كرة قدم صحيحة 100%. كنت شفت أكتر من فيديو تصريح لرونالدو بيتكلم على إنه مش مرفه ابنه بالرغم من وجود طبعًا إن هو عنده أموال كتيرة جدًا وعايش في بيت كبير وعربيات، لكن اتكلم وقال إنه مرة طلب مني تليفون محمول أنا رفضت تمامًا، ولما بيعوز يكلمني وأنا مش موجود في البيت يكلمني عن طريق والدة رونالدو، فإيه الهدف؟ قالوا له إيه الهدف طيب؟ أو أنت إيه اللي بتحاول توصله له أو تعلمه له؟ قال إن أنا عايز أوصل له رسالة واحدة، إن
كل حاجة في الحياة لازم تتعب علشان توصل ليها. أنا محدش تعب معايا في اللي أنا وصلت له، أنا وصلت لكل الكلام ده عن طريق مجهودي جوه الملعب، فبالتالي أنت كمان لازم تتعب علشان تجيب لنفسك كل اللي أنت عايزه. طبعا هي مش سياسة تقشف على قد ما هي سياسة إن هو يعلمه إن easy come easy go hard come hard go، يعني إن أي حاجة بتيجي بسهولة بتضيع بسهولة، وأي حاجة بتيجي بصعوبة بتضيع بصعوبة جدا. وده كان كلام رونالدو على رونالدو جونيور. كلنا عارفين زلاتان إبراهيموفيتش إنه دايما ملك التصاريح وقصف الجبهات، وإنه دايما بيحرج أغلب المراسلين والمذيعين وكل الناس، وإنه كان دايما بيكون عنده كده مادة للسخرية إنه هو يتريق على أي حد ويقطع في أي حد. لكن جه اليوم إن يجي واحد كوبي بيست من زلاتان إبراهيموفيتش ويبقى موجود، بس ده في كرة السلة، وإنه هو عنده مشكلة كبيرة جدا إن دلوقتي لما ربى شعره طوله مع طبعا الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه بقى نسخه من ابراهيموفيتش، ولما كان موجود في باريس اخر يعني من فتره قال ان هو كل ما يمشي في الشارع كل ثانيه حد يوقفه يتصور معاه، مش بيسالوه انت زلاتان ولا مش زلاتان، او انت شبهه او مش شبهه. انا حكمت وقلت ان هو نسخه، وهو اتكلم وقال ان هو كان عنده مشكله بسبب الموضوع ده، لكن جه الوقت اللي حضراتكم تحكموا فيه وتشوفوا هل هو شبه زلاتان ابراهيموفيتش ولا هو بيبالغ في الموضوع. زي نسخة طبق الأصل من زلاتان، وطبعا يخلق من شبه 40، دي مقولة صحيحة 100%. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل معاكم آخر جزء من أجزاء وورلد سبورتس على قناة النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس. خلاص يعني 10 دقائق مع حضراتكم في الجزء الاخير من وورلد سبورتس، واللي هنعرض فيه سريعا باقي الفيديوهات المنوعه اللي موجوده معانا. وسريعا ميسي زي ما حضراتكم عارفين ان هو يعني واحد من امهر اللعيبه اللي موجودين في العالم، واحد من افضل اللعيبه ايضا اللي بيمتعنا. شفنا كمان هدفه في اخر مباراه ضد بي اس في عندهم، الهدف ما فيش احسن من كده. لكن ميسي عنده 3 اولاد، الاول طبعا تياجو هو بيلعب كره قدم، لكن ابنه اللي في النص واضح ان هو هيكون عنده بعض الميول اللي غير كره القدم هيكون مميز فيها. تعالوا نشوف ابن ميسي بيبدع ازاي في اوقات فراغه في البيت، نرجع نكمل معاك. Voy a ver eso. ابن ميسي واضح ان هو هيكون عنده بعض الميول غير فوق كره القدم فعلا، هو كمان مميز فيها وكمان مساعدينه في البيت على الموضوع ده. فريق ترابزون سبور التركي عنده احتفال مختلف مع جمهور، زي ما احنا بنشوف ان بعد انتهاء كل مباراه في اي فريق موجود في العالم ان هم اللعيبه بتروح للجمهور علشان تحيي، لكن واضح ان في كيمياء ما بين جمهور ترابزون سبور وبين اللعيبه، وده اللي هم بدأوا يعملوه، بدأ ان هو يلفت الانظار وبقى يعني محل شير على كل السوشيال ميديا، شفنا الفيديوهات في كل حته، وبالتالي جبنا لحضراتكم احتفال فريق ترابزون سبور مع جمهوره بطريقه مختلفه والاول مره بنشوفها في عالم كره القدم. آخر الفيديوهات اللي موجودة مع حضراتكم في وورلد سبورتس من حلقة اليوم هي يعني فيديو بعنوان الخروف الهداف. الخروف الهداف
بيعرف يلعب بدماغه كويس قوي، وبيعرف ان هو كمان يتحرك الكرة علشان لما يلعبها تكون في نص الكرة وتعرف تخرج بقوة كبيرة جدا من دماغه. وبالتالي زي ما احنا عارفين مش بس يعني البنادمين اللي بتعرف تلعب كرة القدم، ده كمان بعض الحيوانات اللي عندها بعض المهارات المميزة جدا اللي مش موجودة في اي حتة، لكن معانا هنا فويس سبورتس هتشوفوها وتتابعوها. تعالوا نشوف ازاي الخروف بيلعب بدماغه كرة قدم ونرجع لحضراتكم تاني. نروح لجداول الدوريات الكبرى بعديها لو في وقت ناخد بعض الماتشات اللي هتتلعب بكرة وبعده وأهم المباريات. نبدأ مع حضراتكم بالدوري الإنجليزي ونفكر حضراتكم بجداول الترتيب بين الفرق. المركز الأول مانشستر سيتي ب 35 نقطة، يليه فريق ليفربول في المركز الثاني 33 نقطة، في المركز الثالث فريق توتنهام هوتسبيرز 30 نقطة، والمركز الرابع تشيلسي 28 نقطة، وأرسنال في المركز الخامس ب 27 نقطة. نروح للدوري الأسباني والمفاجأة إن أشبيلية هو المركز الأول ب 26 نقطة، برشلونة في المركز الثاني ب 25 نقطة، وأتلتيكو مدريد 24 نقطة المركز الثالث، أما المركز الرابع ديبورتيفو ألافيس في المركز الرابع 23 نقطة، وإسبانيول في المركز الخامس ب 21 نقطة. نروح للدوري الإيطالي ويوفنتوس متصدر ومتربع 37 نقطة، ونابولي مركز ثاني 29 نقطة، إنتر ميلان في المركز الثالث 28 نقطة، ولاتسيو في المركز الرابع 23 نقطة، وإيسي ميلان في المركز الخامس ب 22 نقطة. نروح للدوري الألماني، بوروسيا دورتموند في المركز الأول 30 نقطة، بوروسيا مونشن جلادباخ في المركز الثاني 26 نقطة، وأينتراخت فرانكفورت 23 نقطة، ولايبزيج في المركز الرابع ب 22 نقطة، وبايرن ميونخ في المركز الخامس ب 21 نقطة. نروح للدوري الفرنسي والأخير في دوري في جدول دورياتنا العالمية، باريس سان جيرمان 42 نقطة، أعتقد أنه خلاص أخذ البطولة من دلوقتي، يعني فارق كبير جدا ما بينه وبين ليون صاحب المركز الثاني 27 نقطة، ومونبلييه في المركز الثالث 26 نقطة، وليل في المركز الرابع 26 نقطة، ومارسيليا في المركز الخامس ب 25 نقطة. بكرة إن شاء الله هيكون جولة جديدة من الدوريات الأوروبية. عندنا إن شاء الله بكرة 1 ديسمبر في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وبورنموث الساعة 3 بتوقيت القاهرة، أما ساوثامبتون ومانشستر يونايتد هيكون الساعة 7:30. الدوري الأسباني ريال مدريد وفالنسيا الساعة 10 إلا ربع، والدوري الإيطالي فيورنتينا مع يوفنتوس الساعة 7. أما يوم الحد إن شاء الله مباريات أكثر سخونة وأكثر إثارة، في الدوري الإنجليزي تشيلسي وفولهام الساعة 2 بتوقيت القاهرة، أرسنال وتوتنهام الساعة 4:05، أما ليفربول وإيفرتون وديربي كبير جدا بين الفريقين. بالمناسبة يوم الحد أو أعلن صفحة ليفربول الرسمية إن هي يوم الحد هيكون في يعني بعض الحملات الدعائية من خلال تغيير أربطة الحذاء الخاصة بكل لعيبة فريق ليفربول، وهي الحملة اللي بتدعم الشواذ في انجلترا. هنا السؤال، هل محمد صلاح وساديو ماني هيكون ليهم رد فعل وهيشاركوا في الحملة، ولا مش هيلعبوا المباراة ويكونوا خارج التشكيل، ولا كل لاعبي فريق ليفربول هتعمل الكلام ده من خلال تغيير الأحذية الخاص او رباط الأحذية الخاص بيهم ما عدا محمد صلاح وماني؟ اكيد طبعا يعني احنا بنتكلم على حرية في العالم كله، ودول انجلترا او الغرب او الاوروبيين هم من يطلبون الحرية، فهل هيقبلوا ان محمد صلاح وساديو ماني يتم اعفائهم من الموضوع ده تماما بما انه يتعارض مع الامور الدينيه ويتعارض كمان مع الامور اللي احنا عايشين بيها هنا في مصر؟ وانا اعتقد ان محمد صلاح يا هيلعب المباراه بدون ربط الاحذيه المدعم للشواذ، او ان هو يتم اعفائه نهائيا من المباراه هو وساديو ماني. هنشوف يوم الاحد ايه اللي هيحصل من خلال
ملعب الأنفيلد ومن خلال أحداث المباراة. دوري الأسباني جيرونا هيلعب مع أتلتيكو مدريد الساعة 5:15 وبرشلونة وفياريال الساعة 7:30، وفي الدوري الإيطالي ميلان وبارما الساعة 1:30، وروما وإنتر ميلان ديربي قوي جدا ومباراة قوية جدا تبقى الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة. خلصنا كل حاجة موجودة معنا النهاردة في وورلد سبورتس من أحداث وأخبار ونتائج وجداول وفيديوهات. إن شاء الله نشوفكم دايما في نفس الميعاد كل يوم جمعة الساعة 5 بتوقيت القاهرة. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.